كانت تلكم العناوين وإلى التفاصيل. عمت أمطار الخير مناطق واسعة من المملكة بفعل العاصفة الشتوية الماطرة بشرى، وتركزت الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى وامتدت إلى بعض المناطق الجنوبية. وكانت مختلف الجهات المعنية أعلنت جاهزيتها استعدادا للحالة الجوية، وأصدرت تحذيرات وإرشادات للمواطنين حرصا على حياتهم وسلامتهم خلال العاصفة بشرى. تفاصيل أكثر حول الأجواء التي سادت اليوم في تقرير علي الأرج. عاصفة بشرى كما أطلق عليها من قبل رؤيا وموقع طقس العرب، أطلت على جميع أرجاء المملكة مصطحبة أمطار الخير. مناطق عدة شهدت هطولا مطريا غزيرا دام لساعات طويلة دون توقف، مما ساعد على تحسين أداء الموسم المطري بشكل يبشر بالخير. كميات الأمطار التي هطلت خلال 24 ساعة الماضية بلغت 1,000,000 متر مكعب، وامتاز هذا المنخفض بعدم وجود إغلاقات للطرقات والأنفاق كما اعتدنا على رؤيتها. يعني حقيقة كانت امبارح أمانة عمان انتشار غير طبيعي، كان بشوارع وبأنفاق الأمانة وبأي موقع أو نقطة سوداء من النقاط اللي مرصودة لدى أمانة عمان، وبحمد الله يعني لغاية الآن لم يسجل أي حالة إغلاق لأي شارع أي نفق، والأمور لغاية الآن تحت السيطرة. ما يعني إحنا بنقول إنه أمورنا كويسة، لكن ما بنعرف شو بصير، ما مستعدين. إحنا حاليا بحالة طوارئ متوسطة ومعززة، يعني زدنا عدد الآليات فوق حالة الطوارئ المتوسطة، وبالتالي نشلنا 5 مجموعات. هاي المجموعات نشلناها بحيث تكون سهولة الوصول لأي موقع داخل حدود أمانة عمان. جميع الكوادر المعنية تعاملت مع هذا المنخفض بجاهزية عالية، وكان أبرزها داخل مركز طوارئ أمانة عمان في منطقة تلاع العلي، حيث ضمت كوادر الأمانة والأمن العام إضافة إلى الدفاع المدني لاستقبال وتلبية جميع نداءات المواطنين. عاصفة بشرى أظهرت جاهزية أكبر للجهات المعنية عن سابقاتها، على أمل أن يراعي المواطنون خصوصية هذه المنخفضات حفاظا على سلامتنا جميعا. علي الأرج، رؤيا. لا تزال مدينة إربد تشهد تساقطا غزيرا للأمطار، ما أدى إلى رفع المجموع التراكمي للأمطار ونسبة الهطول المئوي من المعدل العام لمستويات قياسية وغير مسبوقة لمثل هذا الوقت من السنة. وقال رئيس بلدية إربد الكبرى حسين بني هاني إن البلدية ومن خلال غرفة عمليات خاصة تتابع الشكاوى على أتم وجه، لافتا إلى أن الأمور بشكل عام تسير على ما يرام بالرغم من حجم كميات الأمطار الهطلة والتي ارتفع منسوبها في بعض الشوارع. هذا وقامت كوادر الدفاع المدني بإخلاء مواطنين علقوا داخل سياراتهم في منطقة وادي الغفر القديم في إربد. وقال المكتب الإعلامي في مديرية الدفاع المدني لرؤيا إن طبيعة المنطقة الجغرافية تنساب إليها كميات كبيرة من الأمطار، مما يؤدي إلى إغلاقه، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية قامت بإغلاق حركة السير فيه حتى انتهاء تأثير المنخفض. إلى ذلك قامت كوادر محافظة إربد بإعادة فتح طريق وادي الغفر القديم غرب المدينة بعد إغلاق فجر اليوم جراء ارتفاع منسوب المياه فيه، بعد قيام مجهولين بإغلاق العبارة بسبب إفراغ حمولة الشاحنات، الأمر الذي تسبب بفيضان الوادي. واختلطت مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي في عدد من الشوارع والأزقة، الأمر الذي أدى على إغراق الشوارع بالأوساخ والروائح الكريهة. ونتيجة للهطول المطري الغزير علقت جرافة في مجرى للمياه أثناء محاولتها إزالة الحجارة والأتربة بالقرب من إحدى العبارات. قامت المحافظة بالتنسيق مع جميع الأجهزة
المعنية بالكشف على عدد من المواقع والتعامل معها، سواء بفتحها أو عادة تهيئتها للاستخدام من قبل المواطنين، سواء حركة المشاة أو السيارات. وكان عندنا في الأغوار الشمالية في العدسية تحديدا طريق مغلق بسبب الفيضان المياه على الطريق وتراكم الأتربة والحجارة، وتم التحرك لهذا الموقع من قبل الفرق المختصة في الأشغال والبردية، وكان عطفة الحاكم الإداري المتصرف في المنطقة مشرف على هذا العمل. هناك غرف عمليات متخصصة في المحافظة وفي المتصرفيات في الألوية وأيضا في البلديات، تعمل ليل نهار على تلقي الشكاوي وأيضا للاستجابة للمواطنين في حل مشاكلهم إن وجدت. هذا وشهدت أغلب مناطق شمال ووسط المملكة تساقطا غزيرا للأمطار جراء تأثير عاصفة بشرى الشتوية الماطرة، حيث سجلت محطات الرصد الجوي في المملكة كميات كبيرة من الأمطار تعتبر غير اعتيادية لمثل هذا الوقت من العام، ما عمل على تحسين أداء الموسم المطري بشكل مبكر وكبير. تعاملت المديرية العامة للدفاع المدني من خلال مراكزها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة خلال 24 ساعة الماضية مع العديد من الحوادث. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مدير إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني العميد فريد الشرع. عميد فريد، مساء الخير. مساء الخيرات ست ليلى. ما أبرز الحوادث التي تم التعامل معها في شتى محافظات المملكة في هذا اليوم؟ شكرا. بداية بحمد الله رب العالمين، لا نستطيع أن نسميها حوادث بقدر ما هي حالات مساعدة ومد يد العون لبعض الأشخاص الذي حاصرتهم بعض السيول أو ارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق، خاصة في محافظات الشمال والمناطق الغورية وعمان تحديدا منطقة شرق عمان، إذ كان هناك عدد من المركبات اللي حوصرت بمياه الأمطار نتيجة ارتفاع منسوبها في منطقة وادي الغفر في إربد. نعم. وبالتالي وجود عدد من الخيام أيضا في منطقة الأغوار. بحمد الله تم التعامل مع هذه الأمور بكل بساطة ولم ينتج عنها أي إصابة أو وفاة وبحمده تعالى. نعم. ما خلى ذلك، كان هناك بعض انهيارات لعدد من الجدار الاستنادي في صويلح وفي إربد، وأيضا لم ينتج عنها أي إصابات. تم تقديم الخدمة المتعلقة بشفط المياه في بعض المنازل التي تقع تحت منسوب المياه. نعم. ولم ينتج عنها إلا بعض الأضرار المادية البسيطة لا تكاد تذكر، وهذا عائد أختي إلى حقيقة. نعم. لوعي المواطن ولجاهزية كل الأجهزة معا متكاملة متشاركة في تقديم خدمة واحدة هدف سلامة المواطن وإبعاده عن خطر الحوادث. نعم، يعني يعطيكم العافية مدير إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني العميد فريد الشارع، شكرا جزيلا لك. تمر العاصفة بشرى على قطاع غزة وسط أوضاع صعبة، وخاصة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير عليها والذي تسبب بفقدان البعض لمنازلهم ولسقف يؤويهم من أمطار الشتاء وبرده. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. لم تغب عن أذهان الغزيين يوما صور غرق منازلهم في كل مرة ضربت موجة صقيع محملة بالكثير من الأمطار البلاد، ومع تهلهل البنية التحتية وتضرر آلاف المنازل أصبحت الأمطار المنتظر منها خيرا مصدر خوف لا حل له. قامت البلدية أو المسؤولين بعمل شيء ما في البركة، رفعوا شوية أتربة وقال لي الله قدرهم عليه. إذا كانت المطر الليلة اللي فاتت ملأت البركة، فإيش إحنا بننتظر في اليومين القادمات؟ ننتظر الغرق حقيقي وما فيش مجال يعني إنه إحنا نشرد منه. اللي جاي ممكن يكون صعب جدا ولا يمكن مواجهته إلا بالاستعداد إله قبل ما تقع الكارثة. يعني لازم نعمل شيء على أساس نمنع هذه الكارثة اللي متوقع إنها تحصل في المنطقة مرة تانية، ومتوقعين الليلة يصير كارثة في المنطقة إذا ما الناس لحقوها، إذا المسؤولين تحركوا قبل ما تقع الكارثة.
أمطار بشرى على الرغم من الحاجة الغازية الملحة لها لتغذية الخزان الجوفي وتنقية الأتربة من المواد الكيماوية والعوالق التي خلفها العدوان الإسرائيلي، إلا أن المشكلة تكمن فيها بعدم وجود إمكانيات لاستيعاب الكمية الكبيرة من الأمطار واستغلالها بالشكل السليم. طواقم الدفاع المدني وجهاز الدفاع المدني على هبة الاستعداد، تم تفقد السيارات، تم تفقد الطواقم، المعدات المتخصصة أو الخاصة بموضوع المنخفض. بخصوص البنية التحتية في قطاع غزة، البنية التحتية أصلا هي يعني غير جيدة، وبعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة دمرت هذه البنية. العدوان الإسرائيلي الغاشم الأخير الذي تعرض له قطاع غزة كان له أثر كبير في تدمير جزء كبير من البنية التحتية في قطاع غزة بالكامل وليس في مدينة غزة. وعلى الرغم من محاولات الجهات المعنية كالبلديات والدفاع المدني للاستعداد، تبقى الإغاثة هي الخيار الوحيد المتوفر لإنقاذ عائلات بأكملها من الغرق. مع استمرار موجة الصقيع التي تضرب الأراضي الفلسطينية، تزداد مخاوف الغزيين من إمكانية حدوث سيول لم تستعد لها البنية التحتية ولا المنازل. منى عوك، القناة رؤيا، غزة، فلسطين. بدأت هيئة عسكرية لدى محكمة أمن الدولة برئاسة العقيد القاضي العسكري الدكتور محمد عبد الكريم العفيف اليوم بمحاكمة عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين محمد سعيد بكر حسن بتهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة. وبعد أن تلا رئيس الهيئة لائحة الاتهام على المتهم، رفض المتهم الحديث طالبا الاستمهال إلى حين توكيل هيئة مشكلة من عدة محامين للدفاع عنه. وقرر رئيس الهيئة العسكرية الدكتور العفيف رفع الجلسة إلى يوم الأربعاء 3 من الشهر المقبل ليتمكن المتهم من توكيل محام للدفاع عنه للبدء بمحاكمته وفقا للأصول القانونية. يذكر أن المتهم أوقف يوم 15 من شهر أيلول الماضي، وحولت نيابة أمن الدولة المتهم إلى المحكمة يوم 2 من الشهر الحالي. قرر رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن تعيين العقيد ممدوح العامري مديرا لمديرية التوجيه المعنوي للقوات المسلحة، ناطقا رسميا باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عبرت أوساط إعلامية وصحفية عن رفضها لقرار مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين المتضمن رفع قضايا على المؤسسات الإعلامية والصحفية لتحصيل قيمة ما وصفته النقابة بمستحقاتها من إعلانات الصحف والمؤسسات الإعلامية بنسبة 1%. مزيد من التفاصيل في تقرير حافظ أبو صبرة. بعد 4 أشهر من تفاجؤ المؤسسات الإعلامية المحلية من محطات إذاعية وتلفزيونية فضائية ومواقع إخبارية بتعميم وصلها من هيئة المرئي والمسموع، مشيرين فيه بقرار صادر عن نقابة الصحفيين الأردنيين يقضي باستيفاء نسبة 1% من فاتورة الإعلانات لهذه المؤسسات لحساب النقابة على أن يتم تحويلها شهريا إلى صندوق النقابة وبانتظام. يأتي اليوم قرار مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين لرفع قضايا على المؤسسات الإعلامية والصحف لتحصيل قيمة مستحقاتها من إعلانات الصحف المخصصة للنقابة بنسبة 1% بناء على القرار الذي سبق تعميمه، والذي جاء بعد عدم التزام بعض الصحف بالتسويات الموقعة معها بخصوص المستحقات المترتبة عليها للنقابة منذ سنوات والتي تتعلق بقيمة الإعلانات والتأمين الصحي حسب ما أفادت النقابة. يعني كنا ننتظر من نقابة الصحفيين الأردنيين تقديم الدعم للمؤسسات الإعلامية الأردنية، لأنه أغلبها يعاني من أصلا قلة الإعلان وقلة الموارد، فكنا ننتظر من الحكومة يعني ونقابة الصحفيين الأردنيين على الأقل أنه تقديم الدعم لها وليس مقاضاة على نسبة 1% من الإعلانات، لأنه معظم المؤسسات زي ما حكيت لك بتعاني من ضائقة
مالية. والمؤسسات الإعلامية الأردنية سواء كانت فضائيات أو صحف أو مواقع إلكترونية هي بالأصل عندما يحتاجها الوطن تجدها. وأكد المجلس على مخاطبة المواقع الإلكترونية والمحطات الفضائية للالتزام ودفع ما يترتب عليها من التزامات إعلانية وفقا لقانون النقابة الذي أقر اعتبارا من منتصف شهر حزيران الماضي. في حال قامت النقابة برفع قضايا على سواء الجهات اللي بتطالبها بنسبة 1% سيحول هذا الأمر إلى المستشار القانوني للمجموعة وهو يتخذ الإجراءات اللي بيشوفه مناسبة في هذا الموضوع. موقف المؤسسات الإعلامية جاء هذه المرة كسابقه، حيث جاء ليؤكد على أنه كان من باب أولى بدلا من العمل على نحو هذا القرار أن تقوم النقابة بمساعدة هذه الوسائل الإعلامية التي تعتبر صوتا للوطن ودفع الحكومة لإمدادها بالعون بدلا من فرض مزيد من الضرائب عليها، ليشير بأن نقابة الصحفيين التي يفترض بها أن تكون المدافع عن حقوق الإعلاميين لا يحق لها اتخاذ هذا القرار، بل وفرضه على مؤسسات لا تعترف النقابة نفسها بحق العاملين فيها بالحصول على عضويتها، لا بل ومقاضاة من لا يلتزم بهذا القرار. حافظ أبو صبرة، رؤيا. كشف المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام أن البحث الجنائي فك لغز الغموض الذي أحاط بجريمة مقتل يمني في منطقة شرق عمان وألقى القبض على القاتل. وحول التفاصيل أوضح المركز الإعلامي أنه بتاريخ 3 من الشهر الماضي عثر على جثة شخص يمني مطعون بعدة طعنات بمنطقة خالية من السكان في إحدى مناطق شرق عمان، حيث بدأ فريق من البحث الجنائي بالتحقيق وجمع المعلومات والتوسع بها على مدى شهرين تقريبا، إذ ألقي القبض على أحد الأشخاص للاشتباه به. وبعد التحقيق مع المشتبه به ومواجهته بالأدلة، اعترف أنه قام باصطحاب المغدور بمركبته لإيصاله إلى منزله مقابل أجرة، وأنه أثناء مسيره بالمركبة حصل خلاف بينه وبين المغدور قام على إثره بإخراج أداة حادة كانت بحوزته وطعنه عدة طعنات وألقاه في منطقة خالية من السكان. وقد تولى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى بالتحقيق بالقضية. انطلقت في عمان اليوم أعمال المؤتمر السنوي السابع للمنتدى العربي للبيئة والتنمية تحت الرعاية الملكية السامية. وقال جلالة الملك عبد الله الثاني خلال كلمة ألقاها نيابة عنه وزير البيئة طاهر الشخشير إن تحقيق الاكتفاء الغذائي في المنطقة العربية يتطلب التركيز على التعاون العربي التكاملي استنادا إلى التفاوت الكبير بين بلدان المنطقة في الأنظمة البيئية والموارد الطبيعية. وأشار جلالته إلى أن الأردن من البلدان الأكثر شحا بالمياه في ظل الأزمات السياسية المتلاحقة في دول الجوار واستضافة الأردن لملايين الأشقاء العرب خاصة اللاجئين السوريين، فإنه يشهد الآن أزمة غذائية غير مسبوقة نتيجة الطلب المتزايد على الماء والغذاء، مما يشكل تحديا إضافيا على الحكومة الأردنية. لهذا يتم تعميم هذه المؤتمر السنوي السابع للمنتدى العربي للبيئة والتنمية هذه السنة يبحث في الأمن الغذائي العربي، لا يبحث في الموضوع ارتجالا، لأنه يعتمد على تقرير مفصل تم إعداده من مجموعة من أكثر من 150 خبيرا في العالم العربي، ولنكون صادقين 95% منهم من العالم العربي و5% فقط أجانب، وهذا من التقارير النادرة الشاملة التي يصدرها علماء عرب من القاطنين في المنطقة ومن المهاجرين. التقرير مفصل للمرة الأولى يعرض وضع المياه والأراضي الصالحة للزراعة والأراضي الصالحة للرعي في المنطقة العربية، ويجمع هذه العوامل الثلاثة معا. أهلا بكم من جديد. افتتحت في عمان أعمال الملتقى الإقليمي الأول لمدراء التدريب ومدراء أكاديميات الدفاع المدني، وذلك في أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية، والتي تعتبر مركزا إقليميا للمنطقة الدولية للحماية المدنية. رعى وزير الداخلية حسين هزاع المجال اليوم افتتاح فعاليات الملتقى الإقليمي الأول لمدراء التدريب ومدراء أكاديميات الدفاع المدني في أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية
والذي جاء بتنظيم وتشاركية ما بين جهاز الدفاع المدني الأردني والمنظمة الدولية للحماية المدنية. وأكد وزير الداخلية في كلمة له على الدور الحيوي المناطي بأجهزة الدفاع المدني والحماية المدنية والمتمثل بالحفاظ على سلامة الأشخاص وصون المنجزات الإنسانية من شتى المخاطر. التجربة الأردنية قد أثبتت فعاليتها في هذا المجال من خلال مدينة الدفاع المدنية التدريبية، والتي تحتوي على مراكز متخصصة للتدريب في كافة مجالات عمل الدفاع المدني. من جهته بيّن الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب عظم المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق أجهزة الدفاع المدني والحماية المدنية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المنظومة الأمنية الشاملة. ويشرفني في البداية أن أرفع إلى مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه أخلص معاني التقدير والاحترام، معربا عن امتناننا لدوره البناء في خدمة العمل العربي المشترك، وعن أكبارنا لما يحققه الأردن العزيز من مكاسب متواصلة على شتى الأصعدة. وأوضح المدير العام للدفاع المدني الفريق الركن طلال عبد الله الكوفحي أن اختيار أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية لاستضافة أعمال هذا الملتقى دليل على تميز وريادة جهاز الدفاع المدني الأردني. انعقاد هذا المؤتمر في الأكاديمية دليل على موقع الأردن في مجال الحماية والدفاع المدني. وأحب أن أنوه في هذا المجال بأنه المدينة التدريبية تعتبر مركز إقليمي معتمد في منطقة الشرق الأوسط لأعمال تدريب علوم الدفاع المدني، وهذا يعطي أيضا أهمية إضافية للدفاع المدني في المملكة الأردنية الهاشمية. وبيّن أمين عام المنظمة الدولية للحماية المدنية الدكتور فلاديمير كوفيشينوف أهمية تنظيم وعقد مثل هذه الملتقيات وما لها من أثر كبير في تعزيز القدرات والمهارات المعرفية وتبادل الخبرات ما بين كوادر الدفاع المدني للدول الأعضاء في المنظمة. أكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب رياض الشكعة أن الهيئة شددت على ضرورة ضبط تجاوزات الدعاية الانتخابية خلال الانتخابات الفرعية في الدائرة الثانية لمحافظة إربد والمقرر إجراؤها في 29 من الشهر الجاري. وأضاف الشكعة خلال لقاء موسع عقدته الهيئة مع الإعلاميين المعتمدين لانتخابات الدائرة المذكورة أنه تم تشكيل لجنة تنسيقية من الهيئة ممثلة بلجنة الانتخاب وممثلة ممثلي المؤسسات المعنية والمناطق البلدية المشمولة في العملية الانتخابية لضمان الالتزام بالتشريعات الناظمة للدعاية الانتخابية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقا للمعايير الدولية. أفضل الوسائل التدريبية أقر مجلس المفوضين بناء على ذلك الجدول الزمني اللازم لإجراء الانتخابات الفرعية، والتزاما بنص المادة 88 من الدستور الأردني والتي توجب على الهيئة إجراء الانتخابات خلال شهرين من تاريخ إشعارها، قرر المجلس إعلام موعد الاقتراع يوم السبت 29/11/2014. وشكلت الهيئة بعد ذلك لجنة الانتخاب وفق المعايير المعتمدة، وهم من ذوي الخبرات ممن عملوا مع الهيئة سابقا وعرف عنهم التزامهم في تحمل المسؤولية. أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية خلف الهميسات أن الديوان يعمل حاليا على استكمال تعبئة 162 شاغرا من الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين في الديوان، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات والدوائر الحكومية التي تم استحداث وتخصيص شواغر فيها وعددها 43 دائرة تطبيقا لقرار أصدره مجلس الوزراء حول ذلك. وفيما يخص قرار مجلس الوزراء المتعلق بإعادة تأهيل خريجي حملة دبلوم كليات المجتمع في التخصصات الراكدة، أكد الهميسات خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم أن الديوان قام هذا العام بإدراج دراسة على موقع القبول الموحد بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لتعريف الطلبة بالتخصصات المطلوبة والمشبعة والراكدة قبل الشروع بعملية التسجيل. إعادة تأهيل
وافق مجلس الوزراء على إعادة تأهيل دبلوم كليات المجتمع للتخصصات الراكدة الموجودة في ديوان الخدمة المدنية، وخاصة التخصصات المهن التعليمية، وللمناطق خاصة المناطق الأقل فقرا والتخصصات أو المتقدمين على الحالات الإنسانية في ديوان الخدمة المدنية، حيث سيتم عقد برامج ودورات تدريبية لهذه الفئة وتأهيلها لدخول سوق العمل سواء كان في القطاع العام والخاص بعد أن تقوم أو يقوم المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بدراسة حاجز السوق وعمل الدورات والبرامج وخاصة في مجال المحيكات. قال رئيس الوزراء الأسبق عبد السلام المجالي إن الأردن لا يمكنه الاطمئنان إلا بتعزيز الجبهة الداخلية ووقوفها خلف القوات المسلحة، كما أكد المجالي في بيان صادر عن جمعية الشؤون الدولية بحضور عدد من السياسيين والمسؤولين وجوب استنكار أي قول أو فعل قد يزعزع أمن واستقرار المملكة، خاصة في ظل ما تمر به المنطقة من حالة عدم الاستقرار والنزاعات المذهبية التي جعلت كل ما حول الأردن ملتهبا على حد وصفه. كلنا يؤمن أن لدينا مشاكل ستستمر في البعض، الإصلاح السياسي مستمر ولكنه سيأخذ وقت، معالجة الفقر والبطالة ستأخذ وقت، لكن الذي لا يأخذ وقت هو النار التي حولنا التي نريد أن نصدها وأن لا تدخل إلينا ونحن نتجاهل، أن نصدها ثم بعد أن تنتهي هذه النار نفتح جميع الأوراق ونعمقها. الأولوية الآن هي أن نبقي الأردن في هذا الوضع الآمن، في هذا الوضع المستقر، بحيث نبعد النيران ونمنع من وصولها. تفقد وفد مشترك من وزارة الأشغال العامة والإسكان والصندوق السعودي للتنمية أعمال تنفيذ وإعادة تأهيل الطريق الرابط بين المنطقة الحرة في الزرقاء ومنطقة الأزرق والحدود السعودية العمري، ويتضمن المشروع إنشاء 4 مسارب لتحسين مستوى السلامة المرورية لما لهذا الطريق من أهمية في حركة شحن البضائع والترانزيت بين المملكة العربية السعودية ودول الخليج والأردن ومنها إلى دول الجوار وكذلك حركة الركاب والمسافرين. وقال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسة إن المشروع يتم تنفيذه من قبل ائتلاف يضم مقاولين سعوديين وأردنيين عبر منحة سعودية مقدمة من خادم الحرمين الشريفين بقيمة $270 مليون من خلال الصندوق السعودي للتنمية. من جانبه أشار رئيس وفد الصندوق المهندس عبدالله خويطر إلا أن هذه المنحة تأتي تجسيدا للعلاقة بين البلدين الشقيقين، لافتا إلى أن زيارة الوفد لمتابعة المشاريع الممولة من قبل الصندوق في المملكة. احنا اليوم بمشاركة الوفد الصندوق السعودي للتنمية لتفقد سير العمل بالمشروع. المشروع طبعا وضع حجر الأساس له برعاية من دولة رئيس الوزراء ومعالي يوسف البسام من الصندوق السعودي في شهر أيار من هذا العام. العمل حاليا على قدم وساق المشروع إن شاء الله، يعني احنا نتكلم عن عام 2015 نهايته، بس ربما من الطريق كاملنا بكونوا جاهزين. احنا الآن نتفقد يعني سير تنفيذ الأعمال، والأعمال الصراحة تنفيذها جيد، يعني تقريبا الآن نفذ منها 5-6%، وإن شاء الله طبعا مكون من مسارين لكل اتجاه، ومشروع جبار يعني صراحة مهم للبلدين، يربط البلدين إلى الحدود السورية. أطلقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع شبكة مناهضة العنف ضد المرأة فعاليات الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف ضد النساء، وتأتي الحملة السنوية تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، تأكيدا على حقوق المرأة كجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان وعدم التمييز ضدها أو تعنيفها بأي شكل من الأشكال. عم نحاول نقدم برنامج مشترك نكون كلنا عم نساهم فيه وعم نطلع صوتنا مرة واحدة ومع بعض لمحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة بالتعاون مع كل منظمات المجتمع المدني العاملة بالأردن واللي معنية بقضايا المرأة. حرم الإسلام العنف تجاه الإنسان سواء كان ذلك امرأة أو رجل أو طفل،
حرم الإسلام العنف بكل أشكاله تجاه الإنسانية، لأن الله تبارك وتعالى قد كرم الإنسان فقال ولقد كرمنا بني آدم، فالإنسان كرجل كالإنسان كامرأة الإنسان كطفل مكرم عند الله. والعنف سواء كان عنف لفظي سواء كان عنف نفسي سواء كان عنف جسدي سواء كان عنف اقتصادي هو إهدار لكرامة هذا الإنسان التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يكرم بها بني آدم. أعلنت فرنسا عن إرسال 6 طائرات مقاتلة من طراز ميراج إلى الأردن في إطار الحملة التي ينفذها التحالف الدولي ضد مسلحي داعش. وبحسب دبلوماسيين فرنسيين فإن نشر الطائرات في الأردن سيزيد عدد المهام الموجهة ضد التنظيم ويساعد في خفض التكاليف. وكانت وزارة الدفاع الفرنسية أعلنت أن 2 من طائراتها ضربتا أهدافا للتنظيم بالاشتراك مع طائرات التحالف الدولي قرب مدينة كركوك شمال العراق لاختراق الخطوط الأمامية للتنظيم. يذكر أن لفرنسا حاليا 9 طائرات مقاتلة وطائرة دورية وأخرى للاستطلاع إلى جانب طائرة تزويد وقود في قاعدتها في الإمارات، كما أن لديها سفينة حربية في مياه الخليج.